السلام عليكم الغزالات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم وعدتكم به في اللايف، قلت لكم غنشارك معكم الفيديو ديال نهار الحفله او السهره اللي غادي نمشيو لها ان شاء الله. فكي شفتوا راه باينه يلا فايقه، يعني فقت بالزربه ما درت لهم شي فطور، تعديت عليهم هاد النهار. فالمهم كل واحد فطر بوحدو، هذاك الفطار ديال هذا معنيه. المهم كاين شويه ديال الكيك، شويه ديال الكرواسون، كل واحد يهز حاجه كلها. انا سخنت واحد البتي بانا وغادي نشرب واحد الكويس ديال اتاي. هذا هو الفطور ديالي، ها، لان النهار دغيا تيطير فغادي نفطر بالزربه، لان خصني ندير بزاف د الحوايج، خصني نجمع الدار شويه بالزربه بالزربه ونطيب الغداء للدراري والنبيله، وعاد نطلع نبدا تنوجد راسي. وخصنا جوج نخرجوا من هنا لان ثلاثه غتبدا الحفله. فالصباح راكم تتعرفوا ضيق وباغا نصور فغادي يتزحم عليا بزاف. المهم غادي نفطر وغندوز نكمل المراحل كاملين، ما تمشيو فين، خليوكم معايا. غادي ندوز نوجد دغيا النبيلة والدراري الغدا باش نخلي لهم الماكله ديالهم واجده. غير شويه ديال الزيت، عاين خوات لي هاد القرعه، اش القرعه الزيت عندي هنا. نشوف واش يبان الدجاج. هاد الدجاج من البارح مبيته هنايا، دايره له سكينجبير، الثومه، الملحه، ودايره له شويه ديال البودره ديال البصله، البصله باودر، ودايره له الصوص ديال الترياكي، سميتها الترياكي صوص. عندي لكم هي هادي من بعد، هاي ترياكي صوص. فغادي ندير لهم الدجاج ترياكي بالخضره، ودايره معاه جوج معالق ديال الطحين، جوج معالق ديال الطحين، وبيتو هكا في الثلاجه. طريقات هكا بحال ستيكات صغار، ماشي كبار بزاف. وصافي غادي نخليه دابا ياخذ داك لو شوك الاول في الزيت والعافيه، وغادي نبقى تنقلبو ومن بعد نزيد عليه خضيره، وغادي ندير الرز بوحدو وغادي نخليه لهم. هذه هي الماكله اللي غادي نطيب سهله مهله. هذه واحد الكوليه ديال واحد الاوردر ديال امازون، كنت اوردريتو وصل في الوقت المناسب. شنو هنا خضيت هنا الفيتامين سي سيروم ديالو، السدود هذا رائع البنات، ها هو السيروم ديال فيتامين سي، هذا ماشي الزيت، السيروم زوين للبشره. وخديت الديرما رولر، سبق لي قلت لكم غادي نوريها لكم، مازال ما كتب اللي عندي لان عندها واحد الوقت الاستعمال وصافي خصك تبدل ليها. فاللي عندي صافي عيات شويه، شريت الديرما رولر جديده. هي هذه الدجاج بدا يبقبق، ان شاء الله نوريها لكم في شي فيديو كيفاش تنستعملها. انا اغلبيه تنتقدا من امازون، تعجبني نتقدا وانا جالسه. هذه كيس، هذه التليفون جات في الوقت المناسب، حتى هي نفركس التليفون ديالي، حتى هو هنا نتفركسو التليفون. لا تهلاو فيه صافي. وهنا خديت باور بانك، ما عنديش باور بانك، كانت عندي وحده ملي سافرت خليتها، ودابا فاش جيت بقيت جالسه بلاش، و التليفون تيدي شارجالي وبزاف المرات تنكمل به التصوير.
فاخذت له هاد باور بانك تنفع انها تبقى هكا في الصاك. ندير هاد الشارجه اللي كنت هنا معايا وصافي هادشي اللي جا جا هنا صافي. خد داك اللون اللي بغيت صافي. هنا غادي نزيد عليه الخضره. الخضره انا عندي كونجولي واجده الخضره كيف تشوفوا عندي فيها البروكلي، عندي لي شامبينيون، عندي هاد الجلبانه مازال صحيحه، وكاينه فلفله حمراء، كاين خيزو، كاين هاد البيبي كورن راه تسالاو هاد البيبي كورن الصغار. المهم متنوعه وهكا تتعتق الموقف. غنزيد وقيله واحد شويه لي شامبينيون عندي فريش صافي حسيتهم. صافي غادي نخليهم شويه حتى وكانت تطلق ليا تطلق ديك الخضره وتبدا تتنزل، وعاد نزيد عليها شويه ديال الترياكي صوص باش تعلق وصافي. عموما ما تنخليش الخضره تطيب بزاف، يعني غير شويه تقرمش. والرز راه واجد. I like you. ايوا دابا عاد كيف غسلت وخرجت الحوايج باش نبدا نلبس. المهم هذه هي التكشاطه اللي غادي نلبس. شي جايه في بلو رويال، هذا مغلوق شويه، ماشي البلو رويال هذا بحال مدادي. المهم هي باينه. ويتش وان نسمي لكم تشوفوا الخدمه اللي فيها. ويتش وان يو هانت جانا؟ وات از ذيس؟ وات از ذيس؟ اي دونت نو وات از ذيس. دوا ذيس دوا. لا ماشي دوا هذا. That's a candy but I don't know how to use it. I don't know how to make it. وانا قلت له واش هذه كندي؟ قال لي هاتي كتبع كندي. وانا قلت نخليها للدراري وجد دابا ما عرفتش شنو هي. كندي شوغر هذيك راه دايره كيسانيده تدردر. انا ما عرفتش اسال، انا كنت غادي انا وما يفكري واش كندي. ما تخافيش لي ما عرفناهاش راه تيعرفوها. وهذا الظهر ديالها. ها حطي هذه هنا. شوف جيت الظهر ديالها فيه فيها تنبات هكا. المهم هذا الصار راكم عارفين. والله ما خليتونا نصور وما نلق ندير معكم لا عرض ازياء لا والو. ثانك يو. صافي. وبالنسبه للاكسسوار فهادشي اللي غادي ندير. صراحه ما عنديش لي زاكسسوار بويد بزاف، عندي اغلبيه الذهبي. فغندير هاد الكورميطه هادي مكانه والخويتمات صافي. هذا ما كان في عنقي ما غادي ندير والو، لان الصدر ديال التكشيطه عامر ما غيلاقلوش الدار معاه شي سلسله ولا شي حاجه. والله ما خلاوني نصور. والصباط اللي غنلبس هو هذا. مشيت نشري الصباط في الطي ما لقيتش شي حاجه تعجبني، فقلت صافي غنلبس هذا. عندي هذا كارتيي جاي كارتيي، يعني ذهبي وفضي، يعني تيمشي مع الذهبي وتيمشي مع الفضي. فتنظن راه ماشي مع التكشيطه مزيان صافي. الساك الحطره ما عنديش فضي، نيت عندي ذهبي ما غاديش نهزو اصلا. غادي نهز الساك كبير الجلد لانني باغا ندي فيه الكاميرا، ندي فيه الباور بانك وبزاف د الحاجات. هذاك الساك الحطره عندي واحد النيت فضي صغير بالحق، يلاه يهز التليفون ما يليقش هكا الهزان انك ديري فيه بزاف د الحاجات. ايوا صافي. المهم نبيله راه وصلت وخمس كيلات تطقات لها الرويضه في الطريق وكملات الطريق باش توصل. ايوا صافي ندوز نبدا الميك اب. ترجمة
وكيف شفتوا كملنا التجهيزات الحمد لله، كملت المكياج ديالي، لبست، حنا دابا واجدين غادي نخرجوا باش نشدوا الطريق لان عندنا تقريبا واحد الساعه ديال الطريق. فصافي يعني تهنيت على الدراري، خليت لهم كل شيء ديالهم وفرحانين، وما فاش تكون معاهم نبيله يكونوا فرحانين، ما غاديش يبكيو علينا ولا شي حاجه، وغادي نشدوا الطريق باذن الله. والتكشيطه راني صورتها لكم، فهي هذا الشكل ديالها. واخا الساري شويه ثقيل داكشي علاش ما لبستهاش اول مره، لان ما تنقدرش نلبسها بزاف، كاين دابا الجو بارد فمناسب انني نلبس هذا النوع من الملابس التقليديه. خليكم معايا حتى نمشيو للحفله ان شاء الله. ايوا كي تشوفوا احنا شادين الطريق، يلا احنا خرجنا وبدا الثلج، عاود شويه مور الثلج طاحت الشتاء، المهم الجو بارد ولاني مصابر داك الثلج يبقى هكا مع الشتاء باش يذوب ما تسدش علينا الطريق ولا شي حاجه. المهم حنا غاديين واخا يطيح التبرد ان شاء الله. ايوا صافي هذا الشيء ما كان، تنركب لكم تنركب الطفيرات تنخليهم هما الاخرين. ودابا في الطريق تيعجبني ديما نركبهم هكا وانا في الطريق الا ما كنتش انا اللي سايقه باش ما نرجع ندير فيهم حتى شي حاجه اخرى. جو طابل كل شيء جو طابل. ايوا صافي ها حنايا غاديين ان شاء الله، منين نوصلوا نعاود نصور لكم تما الامور والاجواء. الشتا والبرد والتبروري ولاني غادي تطلعوني. وحنا وصلنا وغاديين في الشتاء والمطر ولا تراجع ولا استسلام. يلا تندخلوا
دابا سالات الحفله عينا ودابا حنا عاد شادين الطريق باش نرجعوا للدار. يعني الحمد لله كانت الحفله زوينه، دازت شكرا، دازت الحفله ناشطه، بدلنا الجو وتلاقينا بالمغاربه. شويه تقلقت من واحد شويه ان كانوا قالوا ما كاينينش الدراري، زعما على اساس ما كاينش الدراري الصغار، فما جبتش الدراري. وفاش جيت لقيت بعض الناس جايبين ولادهم، وبقى فيا الحال خصوصا على جانا، كانت باغه تجي معايا مسكينه، انا تلبس حوايجي وهي تتلبس، وقلت لها غنديك مره اخرى، وقلت صافي ما كاينش الدراري، راه ما كاينش الدراري. فاش جيت لقيت وليدات صغار، وبقيت نقول لكم هي جبت جانا مسكينه، صافي ما كتبش. قال لي راجلي نرجع للدار نلبسها ونجيبها، قلت له لا لان الطريق بعيده. ايوا صافي مره اخرى واخا يقولوا ما كاينش الدراري نجيب معايا جانا. بالخصوص حمدي ما عزيزش عليه الحفلات وهذا الشيء، تيبرزطنا تيقيبكي ما تيندمش، ولكن جانا عزيز عليها هاد الحفلات والاجواء وهذا. ايوا المهم كل شيء داز زوين، شفنا شفنا الوجوه شحال هادي ما شفناهم، شفنا بعض الاصدقاء، ومهم نشطنا. جنجون حبيبي مالك؟ What's what? I think it's a good thing.